ابو فالح والله ابو علي شوف. انا اشوف اثنين اثنين هلا. منهم توافق من الراي ولا رقم واحد محسوب الاول يقولون الاول محسوب طيب الاول محسوب انا اقول الاول مو محسوب مو محسوب لا يعني يعني واحد طيب يا سلام من الحلال العراق يقول الاول غير محسوب لان الحلال اليوم يعني تنافس عليه فرديتين ولا ثلاث ثنتين ثنتين نعم جميل اليوم يعرض من عند اللجنة بشكل اليوم جابوه عندنا قرب بشكل وأنا أقول الله يعين اللجنة نعم صحيح والله أنه يتغير قسما طيب بالله هذا أن الناظر فيها هناك بشكل ويوم تعدتهم بشكل ويوم رجع بالرحول لها شكل ثاني ترى اللجنة تشوفها في الشبوك بشكل ثاني نعم نأخذ توقعاتكم بناء على ميدان العرض لا لا انا موكل ابو فالح توقعاتي عند ابو فالح لا لك بنرجع لك برجع له بهون يعني على وكالات وكالة انا مثل عمير الان يقول الاول انا ما يوافقكم الراي ما يوافق ابو هلا ولا يوافق ابو علي الاول الاول غير محسوب موافقهم في الثاني قوي جدا الثاني تنافس عليه ثلاث فرديات معروفه نعم ثلاث الثاني قوي طبعا الاول مو محسوم راح يكون اثنين اللي مهي بالاول بتروح ثاني على طول اي واضح نعم فمعها زياده ثنتين بنفسن على الثاني جميل الثالث والرابع الان اخذنا توقعاتكم المبدئيه وقوه الشوط طيب بنرجع لابو فالح ابو فالح انت رشحت لي ثلاث فرديات تنافس على الاول عطنا ارقامهم ابو فالح شوف مثل ما كنا وهذا نعم راي يخص راي شخصي ما فيها شيء مثل ما كنا هذا الجمهور لازم احنا نعلمه اذا ما قمنا نغلط على الجمهور ما تحمل منا سنوات الجاي خلنا نغلط عليه يغلط علينا ما فيها شيء يلا يا ابو فالح يا ابو محمد احنا ودنا اللي تكلمنا ان نتكلم بالشيء الصحيح او قريب من الصحيح نعم صحيح فهذا يجب ان نطلع على الفرديات في الميدان وفي الشبوك هذا الواقع هذا يعني الاهم ولكن اليوم ان رشحنا طال عمرك في الميدان حسب وجهه نظرنا تخالفت في الشبوك فالمية مية يبدي خلاف نعم صحيح ليه يبدي خلاف كلامنا فالحاله هذه بعض العرب ما يفهم الشيء هذا يقول المحللين ليه ما صاروا تحليلهم جيدين في الشبوك تعرف انت شيء هذا ولكن حنا انا اقول 433 433 هذه تتنافس على المركز الاول خليني اعلمك اي نعم 433 و 159 و 427 و 427 يعني 433 159 و 427 و 427 اي هذا اللي تنافس بين شديد على المركز الاول لا يعني الثاني يا ابو يا تقارب بعضهم من بعض يعني يعني هذه من الاول الى الثالث الارقام اللي اعطيتني قصدك اللي من الاول تنزل الثاني تنزل الثالث شوف يا ابو محمد انا اقول لي